مساء الخير يا استاذ علي. اهلا وسهلا. اخبارك ايه يا جميل؟ والله الحمد لله كله تمام زي حضرتك. اول مره تمثل دور اب؟ اول مره. يعني دايما بنشوفك الشاب الكوميديان المعلق، اول مره تطلع في دور اب ومسلسل مفروض ان انت تكون مختصره، مش كده؟ ان شاء الله، والله باذن الله مسلسل قصته حلوه جدا وفكرته جديده جدا، وباذن الله يكون ليه هدف حلو ورساله حلوه، وكمان هو كوميدي جدا ان شاء الله. ده تمام، يعني هنضحك في رمضان ده يا علي؟ توعدني. بامر الله بامر الله بامر الله، الناس هتتبسط وتضحك لحد الصبح. طيب وانت لسه بتصورهم، هتخلصوا امتى؟ احنا خلاص ان شاء الله فاضل لنا باذن الله يعني 4 ايام ومسلسل يكون خلص باذن ونشطب يعني. ان شاء الله. معجب بدورك؟ بحب دوري جدا وبحب المسلسل ده جدا، لانه كمان مليان اطفال وهو للاسره كلها يعني، فحاسس انه عائلي جدا، وان شاء الله البيت كله المصري يحبه ويستمتع. دخلك في منطقه جديده في الكوميديا؟ لاني بعمل شخصيه اول مره اعملها، وبعمل قصه اول مره، وانا بعمل اب برضه، فان انا حاسس قوي بدور الاب ده، وازاي يعني حب يعني ابنك ازاي تبقى موجود معاه ازاي. طبعا في فكره في المسلسل، هو الموضوع مش مباشر كده، بس برضو كل المشاهد دي موجوده يعني. المخرج معتز التوني والفنان علي ربيع، بشكركم شكرا جزيلا على هذه المداخله.